لاعبه اللي هيتغلب اللي هيتغلب دايما. تمام حسن رجاله حط لك شطه كتير يلا بقى عايزك ايه يا هنري تكون ايه؟ اتفضلوا الشطه بتاعتكم يا حبيبي. بلاش شطه سخنه هنا يا حبيبي حطوا قدامك يا ماما مش بيحب ايمن على فكره يا جماعه ما بيحبش. لا يا جماعه انا من غير الكشري من غير الشطه ما اكلش كشري بس مش بتحبها قوي برضه. اه يعني القليل كويس معقول. انا يا حبيبي انا ممكن اتحداك يعني في الشطه لو بخاف بقى مش بحط بالمعلقه لسه هحط وجع دماغي. يلا بينا طبعا استنوا يلا يا روبن 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 هنبدا التحدي مع بعض تابعونا ويا رب نكسب احنا احنا ان شاء الله اللي هنكسب احنا شجعوا هيال فريق هيال فقط ما نكونش نعمل الكمية كبيره جدا شايفين الشطه احنا عاملين انا هيجيلي انتفاع عاملين حلل انا هيجيلي انتفاع ما بدات هنا ما بدات لسه نهزر الشطه يا روح حاضر شطه كتير بايدي بقى خلاص تعال شويه يا روبن يلا كل حبيبي انا اللي بحب الحاجات دي على فكره ولادي لا يلا كل يا باشا جميله ما انا بحب الحمص جدا لا الحمد لله انا مع فريق ما بحبش الحمص انا ممكن اكل احيان واحيان بس برافو يا هنر يلا ها مفيش وقت للكلام ولا نار نار مولع نار نار كده بص عادي انا احب الموت يا عيني يا عيني يا عيني عيني يا الولد طبعا الكشري بيحلى باللمه يا جماعه انا احسن واحده تعمل كشري في هذا المنطقه اه واو شايف حق بتعمل كشري جميل اللي ياكل من ايدها ايه مش ياكل من بره تاني هنجينا على طول هنفتح محل كشري وانا برضه بفكر التانية طبعا روبن قاعد معايا احسن وشاطر وبياكل كتير ماما اهلا واحدة ام كشري انا بحب كشري من ده حاجه رد انا طلبت فيديو طلبت من يومين الكشري لا لا اكل كل بسرعه ماما ماما كشري كشري يلا هم خلصوا من الطبق بتاعهم خلص الحته اللي عندي وبحطها بو كل شطه شطه يا باشا